تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، جرى صباح اليوم بالحرس الملكي حفل توديع مجموعة قوة الواجب 2 التابعة للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من ضباط الوحدة. قوة الواجب الخاصة 2 جاهز للتفتيش سيدي. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إخواني الضباط منتسبي قوة دفاع البحرين، إخواني الأبطال من قوة الواجب 2، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم العظيم نحتفل مرة أخرى بتوديع قوة الواجب 2 للالتحاق بإخوانهم من قوة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، وهذا الشرف اليوم ما هو إلا تواصل لإنجازاتنا واعتزازنا وافتخارنا بهذه الخدمة الشريفة، وما يزيد هذا الشرف إلا وأكرر أننا في خدمة الوطن والدين. والشرف الأكبر أيضاً ألا ونحن نقوم بالدفاع عن أشرف بقاع الأرض المملكة العربية السعودية. فيا أخوان واجبكم كبير، واجبكم له مكانة في قلوبنا وبالأخص في قلوب قيادتنا الرشيدة الذين هم الداعمين الأول والأخيرين لكم. وحبيت اليوم أن أوصل لكم تحياتهم وتقديرهم واحترامهم وولائهم لكم. فهذا الواجب اللي تقومون به واجب عظيم، وأنتم نخبة
الآن تقومون بهذا الشرف. كل فرد، كل ضابط، وكل مواطن يعتز بوطنه ودينه يتمنى مكانكم اليوم، فافتخروا بهذا الشرف وافتخروا بهذه المهمة التي ستبقى في ذكرى قلوبكم وعقولكم وفي قلوب أبنائكم مؤبداً. قوة الواجب واحد بقيادة أخي الرائد خالد بن حمد آل خليفة، قامت بعمل شريف، عمل عظيم في معركة مأرب حتى أن أصبحت أرضاً محررة ولله الحمد، وتواجد شريف وتواجد عظيم واستراتيجي أيضاً في معركة باب المندب. أمامكم مهمة موازية لها، أمامكم كل التوقعات منا وكل الثقة بإذن الله أنكم راح تغادرون هذا البلد منتصرين من الآن، وبإذن الله راح ترفعون رايتكم، وراح تكون هذه المهمة التي أمامكم هي بلا شك مهمة شرف ومهمة للوقوف مع أخوانكم من دول التحالف. اليمن اليوم يطالبكم ونحن لها، وكما وعدت قوة الواجب واحد بأن دائما نكون متواجدين معهم ودعمهم ومتابعتهم، فنحن لكم ونحن معكم قلبا وقالبا. عندي دائما وصايا، ولكن وصيتي اللي فعلا راح تقومون بها من دون ما نطلبكم اياها هي ابغيكم يا جماعه تروحون وتسجلون لنا تاريخ وتسردون لأبنائكم وترجعون لنا حاملين راية وترجعون لنا منتصرين، وأبغيكم تروحون أبطال وترجعون لنا أبطال. الله يوفقكم والله ينصركم، وبإذن الله ترجعون لنا سالمين غانمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي سمو قائد الحرس الملكي، إخواني ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الملكي، سيدي يشرفني بالأصالة عن نفسي وعن كافة زملائي من مجموعة قوة الواجب الخاصة 2 أن نرفع إلى سموكم أسمى آيات الشكر والامتنان على ما أوليتمونا إياه من ثقة كبيرة لتمثيل مملكة البحرين في المشاركة بالدفاع عن الشعب اليمني الشقيق وأرضه وعروبته من قوة الشر والعدوان، وأن هذه الثقة هي وسام شرف لكل المشاركين في قوة الواجب، وإننا نتشرف بالالتحاق بركب من سبقونا من إخواننا وزملائنا البواسل من ضباط وأفراد الحرس الملكي والذين شاركوا في قوة الواجب الخاصة 1 والذين روت دماؤهم الزكية ميادين العزة والشرف والكرامة في الدفاع عن ديننا الحنيف وأراضينا وعروبتنا. وأخص بالذكر سيدي سمو الرائد خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة على مواقفه البطولية في قيادته لقوة الواجب الخاصة 1 والتي سطر من خلالها مجداً عسكرياً حافلاً بالشجاعة والقيادة والإقدام. سيدي سمو قائد الحرس الملكي، إنما تحقق من إنجازات وما وصل إليه الحرس الملكي
تنظيما وتسليحا وتدريبا، كان بفضل الله ثم بفضل قيادة سموكم الفذة، وكان لتوجيهات سموكم السديدة بالمشاركات الفعلية للحرس الملكي في المناورات والتمارين التعبوية والعملياتية الداخلية والخارجية، الذي انعكس إيجابا على ما وصل إليه الحرس الملكي وضباطه وأفراده من احترافية في كافة الصنوف القتالية. سيدي نعاهد الله العزيز القدير، ثم سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، بأن نبغى جنوده الأوفياء المخلصين ورهن إشارته، ونقدم أرواحنا رخيصة في كل ما يطلب منا من واجبات نصرة لديننا وأوطاننا. سيدي وفي الختام نشكر سموكم على تكريمكم لنا، وسنبغى رجالكم الأوفياء كما عهدتمونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذه المناسبة نقل لهم سمو قائد الحرس الملكي تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وأمنياتهم الصادقة بأن تكلل مهماتهم النبيلة بالنجاح والسداد التي تتشرف قوة دفاع البحرين بتنفيذها تعبيرا وتعزيزا للدفاع عن الشرعية في اليمن الشقيق. وأشاد سموه بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، ومدى فخرهم واعتزازهم بمشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة. وقد عبر سموه عن شكره وتقديره لرجال قوة دفاع البحرين على ما يبذلونه من تفال وجهود مخلصة في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. وكما أشاد سموه بتضحياتهم النبيلة بكل شجاعة وإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق.